شرطة جنوب إفريقيا تستخدم القوة لقمع مظاهرة قام بها عمال منجم أمريكانا مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق العمال المضربين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العاملين وصفت بالطفيفة. تدخل شرطة جنوب إفريقيا يأتي بعد أن هددت الحكومة باستخدام القوة وتوقيف العمال في حال عدم وقف تحركاتهم المستمرة منذ أكثر من شهر. وسبق هذه الاشتباكات مقتل حوالي 45 عاملاً على أيدي الشرطة التي بررت استخدام القوة المفرطة بتعرض عناصرها للخطر من قبل المتظاهرين المسلحين.